بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا به. يقول ربي النزاعة الشوارية أي اللظى وهي اسم أسماء الجحيم، كما قال هي سقر، هي منا لظى تمارينا هي جحيم وأنت ماشي. يقول ربي هل النزاع الشوى ماذا تصنع؟ يا ربي بمسلم سليمة تدعو من أدبر وتولى. قل ويجا أنت كنت قبل صور وجول وتهين الرسول عليه السلام تكذب عليه وتتهمه بالكاذب ولكون شاعر وكون ساحر أو مسحور ولا ماذا؟ ويجا أنا تدعو من أدبر أي كراكلي دون لي تالون إلى سيدته الميدان للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتولى يعني هرب ما يساعدوش. سمع الحق بلسان الحق لسان محمد عليه الصلاة والسلام بعد لسان القرآن والحديث القدسية اللي هي منسوبة إلى الرحمن والسلام. إن شاء الله نرجو إن شاء الله نكمل كيف ربي يوسف الإنسان عموما أدبر وتولى وجمع فأوعى، يعني يجمع يجمع تزوري صوفا. إن الإنسان خلق هلوع بحقيقة قلب نص مشاكل في رأيي مشاكل، بلا يخرج لومبالمون إي لا بانيك إتسيتيرا. هلوع إذا مسه الشر جذوع وإذا مسه الخير منوع، ما جاش الخير والله ينسى ما كان فيه من تو انا جبتهم كما قال قارون الكوري الملعون، انا جبتهم بكايه الكنوز هذه اللي متحدث بها. انت قارون صغير قريب ترى ما لم تره عينك، لان عينك وقت ضربها ابليس غشاوه ما ترى شيء، لا تدل ولا تبل ولا تعل، نسأل الله السلامه.